على الرغم من مرور 15 عاماً على رحيل واحد من ألمع النجوم الذين عانقوا الساحرة المستديرة، وكان في بداية مسيرة نحو كتابة التاريخ في القلعة الحمراء، لم ولن تنسى جماهير الكرة المصرية باختلاف انتماءاتها الراحل محمد عبد الوهاب نجم النادي الأهلي، والذي فارق عالمنا إثر أزمة قلبية تعرض لها في تدريبات النادي الأهلي في عام 2006. في عمر 14 عاما بدأ مشواره مع الكرة بمركز شباب سينورس، وخضع عن طريق مدربيه اختبارات البراعم في نادي الزمالك واجتازها بنجاح، واستمر مع فرق الناشئين 4 أشهر. لكن والده رفض التوقيع على استمارات القيد بالزمالك، فانتقل لمركز شباب الألومنيوم الذي لعب له 3 مواسم. لعب في بدايته كرأس حربة مع الألومنيوم، تألق فيها وسجل الكثير من الأهداف. بسبب تألق عبد الوهاب مع الألومنيوم ضمه كابتن حسن شحاتة لصفوف منتخب مصر للشباب، وشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب في بوركينا فاسو عام 2003، وساهم في وصول منتخب مصر للمباراة النهائية وحقق معهم أول بطولة له. تألق عبد الوهاب اللافت مع المنتخب جذب انتباه مسؤولي النادي الأهلي الذين سارعوا باستعارته لموسمين من الظفرة، لكن عبد الوهاب لم يستطع حجز مكان أساسي في تشكيلة مانويل جوزيه لتألق الأنجولي جيلبرتو، فلم يشارك طوال الدور الأول لموسمه الأول مع الأهلي سوى في شوط واحد. كان الموسم الثاني لعبد الوهاب للأهلي بمثابة الانطلاقة الحقيقية للاعب في مسيرته الكروية، وذلك خلال مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في عام 2005، بعد أن دخل بديلاً لجيلبرتو ليقدم أداءً مبهراً ويلعب كرة عرضية أحرز منها أسامة حسني الهدف الثاني من ثلاثية الأهلي التي حصد بها اللقب الإفريقي وقتها، ونال إشادة البرتغالي مانويل جوزيه. وبات عبد الوهاب لاعباً مهماً في صفوف الأهلي ومنتخب مصر، خاصة بعد مشاركته الإيجابية في فوز الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية 2006، ليصبح بعدها أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء. حقق عبد الوهاب خلال مشواره الكروي 10 بطولات، منها 7 مع الأهلي و3 مع المنتخبات، وهي درع الدوري موسمي 2005-2006 و2006-2007، وكأس السوبر المحلية في افتتاح موسمي 2005-2006 و2006-2007، وكأس مصر موسم 2005-2006، وكأس دوري أبطال إفريقيا عام 2005، وكأس السوبر الإفريقية عام 2006، وكأس إفريقيا للشباب بوركينا فاسو عام 2003، وكأس العالم العسكرية في ألمانيا عام 2005، وكأس أمم إفريقيا في مصر عام 2006. رحم الله أرواحاً لا تعوض عاشت في قلوب ووجدان الملايين.